السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة بقى أنا مليش في الحلويات قوي، بس بصراحة المرة دي عملت حاجة طلعت حلوة جدا، وهي تورتاية كده صغيرة. وهي دي طبعا كانت عيد ميلاد ابني، ربنا يخليه لي يا رب، وبقول له كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة يا رب، في صحة وسعادة وهنا كده انت واختك. النهاردة بقى عملتها، بس عايزة اقول لكم على حاجة. هو في حاجتين، مشكلتين واجهوني بصراحة، اقول لكم عليهم في الفيديو واحنا شغالين، بس النتيجة النهائية في الاخر طلعت حلوة جدا وعجبتهم قوي. تعالوا نشوف عملناها ازاي، وعملناها كمان كيكة كده يعني من غير سبونش ولا اي حاجة، بس في نفس الوقت طلعت حلوة جدا وطعمها حلو قوي. وعملنا الكريمة، وعملنا واقول لكم ازاي عملنا الكريمة بالشوكولاتة دي، وعملنا وكل الحاجات دي كلها هقول لكم على التفاصيل بتاعتها واحنا بنشتغل في الفيديو. بس في البداية لو لسه ما اشتركتوش معايا في القناة، اتمنى تشتركوا معايا في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما احنا متعودين قبل ما بنعمل اي كيك بنجهز الصينيه بتاعتنا ونشغل الفرن. انا مشغل الفرن على درجه حراره 180، وجهزت الصينيه بتاعتي وحطيت فيها ورقه زبده، وبرده زياده التاكيد بحب ان انا ادهنها كده بشويه من الزيت. اهم حاجه طبعا ان احنا نخلي ورق الزبده في قاع الصينيه عشان تتقلب معانا بسهوله. بعد كده بقى عملنا الكيك بتاعي، فصلت الصفار عن البياض بالشكل ده. انا مستخدمه 5 بيضات فصلتهم عن بعض، وبعد كده هنبتدي ناخد البياض وهنحط عليه معلقه كبيره من الخل، وبعد كده رشه صغيره من الملح، يعني طرف المعلقه الصغيره كده ملح. وطبعا الصفار بتاعي هنحط عليه 2 باكت من الفانيليا البودر، او ممكن نحط فانيليا سايله معلقه كبيره. المقادير كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف. وبعد كده هبتدي ان انا اضرب البياض بالتدريج وعلى الهادي كده واحده واحده لحد ما يبتدي يعمل فوم معايا، وهنبتدي ننزل بالسكر بتاعي. حاسب لكم المقادير بالجرام وبالكوبايه، يعني دي حوالي كوبايه الا حاجه بسيطه كده. ابتديت ان انا احطها على السكر بتاعي وهبتدي اقلبها، انزل بالتدريج زي ما قلت لكم السكر برضو، واحنا شغالين كده وبنضرب لحد ما هناخد بقى القوام اللي هو الفوم اللي هتشوفوه دلوقتي. كده بقى خلصت السكر بتاعي واخدت القوام، هو شايفين ابتدى لونه يفتح خالص كده ويبقى قوامه بالشكل ده زي كده الكريم شانتيه. كده بقى جاهز عندي، بركنه بقى على جنب، بسيبه شويه على جنب، واجي بقى على الصفار بتاعي بنفس المضرب، مش لازم نغسله خالص. هاجي بقى الصفار بتاعي، هنزل بالصفار ده على عليه بالزيت بتاعي، وبعد كده هنزل بالحليب، وبعدين نبتدي نضربهم مع بعض. اول ما هيبتدي يتضربوا كده مع بعض شويه ننزل بقى ببقيه المكونات بتاعتي، وهي الدقيق. احط بقى الدقيق بتاعي، طبعا انا مستخدمه الدقيق من غير كيك شيف ولا بيكنج بودر ولا اي حاجه. هبتدي ان انا انزل بيهم، وهتحسوا ان الخليط ابتدى يتقل معايا شويه. هاخد شويه بس من الفوم بتاع بياض البيض ده، وابتدي ان انا اضربه شويه، احاول ان انا اخلي الخليط ده سايل شويه عشان لما اجي انزله على البياض ما يهبطش معايا البياض. ابتديت ان انا اخد يعني حوالي ربع الكميه كده، اضربهم على الصفار شايفين بالشكل ده. كده بقى جاهز عندي، هاخده بقى وانزل بيه على البياض بتاعي، بس ننزل بقى بالتدريج، ومش هستخدم بقى المضرب خالص، انا هستخدم اي سباتيولا كده، وابتدي انزل شايفين سرسوب سرسوب كده بالشكل ده، وابتدي اقلب من تحت لفوق بالطريقه دي كده. اقعد بقى اقلب لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها، وفي نفس الوقت الخليط كله يتخلط مع بعض وما يبقاش فيه اي لون ابيض كده من البياض ولا اي حاجه، وكله يبقى لون واحد. هبتدي ان انا اقلبه كويس جدا بالشكل ده، ونزلت بالكميه كلها زي ما قلت لكم بسرسوب صغير كده عشان ما يهبطش معايا البياض بتاعي. وبعد ما خلصت بقى الكميه بتاعتي وقلبتها كويس جدا بالشكل ده، اهو شايفين خلصت بقى كل الكميه. هنيجي بقى نحط بقى الحاجات دي في صينيه. انا مستخدمه صينيه مقاس 28، او ممكن تستخدموا 30 براحتكم، بس يعني كل ما انتوا عايزينها اعلى او اقل براحتكم، بس ما تزودوش عن كده. يعني هي مقاس 28 او 30 حلو قوي. وبعد كده حطيتها بقى في الصينيه اللي انا مستخدماها دي، شايفين اهو كده بقى جاهز خالص، ولا هبط الهوا منه ولا اي حاجه. هنزل بقى بيه في الصينيه بتاعتي، وانا طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 180. اهم حاجه ان احنا نشغل الفرن على درجه الحراره 180 علشان يبقى هادي والكيك معايا يستوي. انا استخدمت، انا طبعا هحطه في الفرن هيقعد معايا حوالي ساعه كده او ساعه الا ربع، علشان طبعا انا حاطه الكميه كلها في صينيه. انما لو انتم حاطينه في صاج هتحطوه في صاجون، ممكن تحطوه على صاجين كده، مش هياخد معاكم 10 دقايق.
بعد كده بقى حطيتها في الفرن وسبتها في الفرن. تعالوا بقى نجهز بقيه المكونات بتاعتي. انا عندي قالب من الشوكولاته، انا كنت لسه هقطعه بصراحه بس لقيته سايح اصلا معايا، فاخدته بقى على طول على النار كده على حمام بخار وحطيته على النار. بس انا غلطت في حاجه ان انا قلبته كتير، فهوريكم دلوقتي شكله بقى عامل ازاي. انت هتحطي الشوكولاته على النار ما تقلبيهاش خالص، تمام؟ مش لازم تقلبيها، سيبيها بقى على حمام البخار وهي مع نفسها كده هتدوب خالص وهتسيح معاكي. استحطيت بقى معاهم مكعب من الزبده، او ممكن نحط معاهم معلقتين كده من الزيت براحتكم يعني، علشان برضو تسيح معايا الشوكولاته. او شايفين ابتديت ان انا اقلبها على النار كتير، فحسيت ان هي عملت بالشكل ده، ما بقتش كده سايحه خالص. بس بعد كده حطيت معاهم بقى حوالي معلقتين ثلاثه من الحليب السخن، وبعدين قلبتهم. انا كده كده الشوكولاته دي انا مش هزين بيها، انا هدخلها جوه التورتايه نفسها، فمش مشكله يعني تطلع معايا كده مكلكعه او حاجه، مفيش اي مشكله. بعد كده شايفين بقى بحسبها بقى تبرد خالص، لان هي طبعا سخنه قبل ما نحطها على الكريم شانتيه بتاعنا. هنسيبها بقى تبرد ونيجي نعمل الكريم شانتيه بتاعنا. انا بقى جبت الكريم شانتيه بتاعي، انا حطيت كوبايتين من الكريم شانتيه، احط معاهم نص كوبايه او ربع كوبايه من السكر، مش هنزود قوي. وبعدين جبت كوبايه ونص من الحليب او كوبايه على حسب طبعا كريم شانتيه بتاعك يعني. لو يعني ابدأي بكوبايه لو حسيت ان هو محتاج اكتر، لان التورته دي في الصيف بتسيح جدا. فناخد بالنا نحاول نخلي الكريم شانتيه متماسك جدا على قد ما تقدروا، ما تخلوهوش سايل قوي لانها هتسيح معاكم جدا، لان زي ما قلت لكم احنا في الصيف والجو حر، فالحاجات دي بتسيح. بعد كده شايفين بقى الكيك طالع معايا من الفرن. ده بقى المشكله اللي انا وقعت فيها، ويا ريت لو حد يعرف سببها يقول لي في الكومنتات. انا بعد ما خرجتها من الفرن ومستويه وتمام وعاليه جدا مرتفعه زي ما انتم شايفين اهو، ابتديت ان انا افكها من الجناب بالشكل ده كده. بعد كده بقى لما قلبتها وسبتها شويه لقيتها هبطت. ليه مش عارفه ايه السر بصراحه، مش عارفه. لو حد يعرف بجد يا جماعه انا نفسي اعرف ايه السر، يعني ايه الحاجه الغلط اللي انا عملتها. بعد كده بقى قلبتها بقى على صينيه على ورق زبده اهو، شايفين هي كانت طالعه هشه وعجباني قوي، وكنت فرحانه بيها بجد، حلوه يعني، كانت حلوه وطالعه حلوه. مش عارفه ايه اللي حصل، هبطت ليه مش عارفه. ودايما الموضوع ده بيحصل معايا في الكيك اللي بنفصل فيه البياض عن الصفار. بعد كده بقى هو بس هي في الاخر ما طلعتش مكتومه، يعني هي مش مكتومه، لا هي حلوه، بس انا كان نفسي تفضل عاليه زي ما هي كده. ابتديت بقى ان انا اسيبها تبرد خالص اهو، شايفين بقى شايفين، تحس لو واخدين بالكم هي هشه برده، حلوه جدا ما هياش مكتومه. هبتدي ان انا بقى اخدها كده بعد ما بردت خالص، وابتدي ان انا اقسمها نصين بالشكل ده كده. بعد ما قسمتها اهم حاجه طبعا السكينه تكون مشرشره، عشان هي دي اللي بتقسم معاكي الكيك وتطلع الكيك معاكي مظبوط، ما بتفرفتهوش يعني بالشكل ده. وبعدين بقى هاخد الجزئين اهو، شايفين طلع هشه وحلوه جدا. هاخد بس الجوانب دي لانها لما هبطت عملت جوانب كده، هبتدي ان انا اساوي كده عشان لما اجي احط بقى الكريم شانتيه بتاعي تطلع متساويه. وبعد كده بقى الكيك اهو بقى جاهز معايا، اشيل بقى كده من على ورق الزبده، واشيل ورق الزبده ده خالص، مش محتاجه ان انا اقشرها ولا اي حاجه خالص. بعد كده الشوكولاته اللي عندي بقى اللي احنا جبناها دي، هجيب عليها بقى تلت كميه الكريم شانتيه كده، وابتدي ان انا احطه على الشوكولاته وهبتدي اضربها. هي دي بقى الكريمه بالشوكولاته طعمها حلو قوي، عايزه اقول لكم بجد حلوه جدا. يعني لو انتوا عاملين كيكه شوكولاته، الكيكه دي الكريمه دي حلوه قوي، بقى طعمها حلو جدا، هتعجبكم لو عملتوها. هبتدي ان انا اضربها بقى. طب لو حسينا بقى ان هي اتقلت معانا، لان طبعا الشوكولاته كده كده هتقلها، ممكن نحط شويه صغيرين من الحليب، ما نزودش، وطبعا مش محتاجين بقى نضيف سكر ولا اي حاجه خالص. جبت بس شربات خفيف كده، ما حطيتش كتير برده، معلقه صغيره عشان ما تبقاش الحاجه مسكره قوي. وبعدين ابتديت بقى ان انا اجيب نص الكميه، نص التورتايه دي عملتها بالشوكولاته ونصها بالكريمه الفانيليا العادي كريم شانتيه، وبرضو زينتها بقى بمانجا وعنب واي فاكهه عندك بقى حابه تزينيها زينيها. شايفين بقى بالشكل ده، ابتديت ان انا اجيب المانجا بتاعتي برضو، وابتدي ان انا اقطعها كده مكعبات صغيره بالشكل ده، وهبتدي احطها بقى على الكيك بتاعي. بعدين هنحط بس شويه من الكريم شانتيه تاني على الوش كده عشان يمسك طبعا في الكيك بتاعه، ويبقى طعمها حلو كده. وبعد كده هبتدي احط الطبقه التانية ونكمل بقى بقيه الخطوات بتاعتنا. هنيجي بس على الحروف كده، انا عايزه بحب ان انا بس اسوي الحروف كده شويه
بالشكل ده كده عشان ايه تطلع متساوية معايا، ما يبقاش فيها حتة يعني طالعة لبره كده، يبقى شكلها متناسق على قد ما نقدر. يعني بقول لكم انا مش متمكنة قوي، بس هي طلعت في الاخر حلوة. وعايزة اقول لكم حاجة، ان انتوا لو عملتوها، لو اشتريتوها من بره، هي اي نعم مش هتبقى بنفس الجودة، بس هي طعمها حلو قوي والله يا جماعة، بجد طعمها حلو هتعجبكم. بعدين طبعا اوفر من ان احنا نشتريها من بره، يعني بتبقى ضعف التكلفه اصلا لما بنيجي نشتريها من بره. فليه بقى ما تعمليها في البيت وكمان استمتعي وانت بتعمليها انت وولادك كده. بعدين بعد كده بقى حطيت طبقه الكريم شانتيه الاخيره بقى على الوش كده، مش لازم ان انا اسويها قوي، لان انا هحط طبعا معايا احط فاكهه، فمش لازم ان انا اسويها قوي. واحط برضو من الجناب كده الحروف بتاعتي بالشكل ده كده واسويها وخلاص على كده، وبقت الكيكه بتاعتي جاهزه. ونيجي بقى نزين بقى، التزيين ده حاجه ترجع لكم بالطريقه اللي انتوا تعجبكم والطريقه اللي انتوا عايزين تزينوا بيها زينوا بيها. اهم حاجه بس ان احنا نساوي الجناب كويس، وطبعا ما ننساش نمسح بقى الجوانب بتاعتي كده عشان تطلع في الاخر شكلها حلو اهو، شايفين بالشكل ده. بعد ما سويتها بقى زي ما قلت لكم هنعمل بقى يعني نحاول بقى ان احنا نقسمها كده للاجزاء ونحط فيها الفاكهه اللي احنا عايزينها. انا قسمتها على 4 كده بالشكل ده، وابتديت ان انا احط بقى الفاكهه اللي انا عايزاها. انا حطيت مانجا وحطيت عنب، وزي ما قلت لكم انتوا عايزين تحطوا اي فاكهه تانية حطوها براحتكم، بس طبعا مش يعني الحروف اللي انا محددها دي مش باجي جنبها عشان هنعمل فيها بقى خطوط كده بالشوكولاته، فهيديها منظر حلو برضو بالشكل طبعا منظر وطعم يعني الاتنين بصراحه. ابتدي بقى انا احط العنب بتاعي بالشكل ده كده، وكده بقت جاهزه عندي. لسه طبعا هنزينها تاني، هنجيب زي ما قلت لكم كيس الحلواني ده، وهبتدي ان انا اعمل خطوط كده في النص بالشكل ده. هجيب اي طبعا شكل انتوا عايزينه يعني او انتوا بتحبوه هتستخدموه اهو، شايفين ابتديت ان انا اعمل بس يعني ايه اشكال كده في النص بالاماكن اللي احنا محددينها دي. وبرده نعمل على الحروف اللي بره اهو، شايفين ابتديت ان انا اعمل الشكل ده، يعني شكلها طلعت في الاخر حلوه وكمان طعمها حلو جدا، شايفين كده الطريقه دي. وبعد كده هحطها بقى، اهم حاجه ان احنا نحطها في الثلاجه. وبرده إيه انا حطيتها في الثلاجه قبل ما زينها، يعني قبل ما نحط عليها الفاكهه اللي فوق، بعد ما حطيت الكريم شانتيه حطيتها في الثلاجه شويه، لان زي ما قلت لكم الجو حر جدا، فكل ما تعملي اي خطوه لازم تحطيها في الثلاجه شويه. شايفين حتى لو تاخدوا بالكم هي حسيت ان هي ابتدت تسيح شويه من الجناب واحنا بنشتغل، مع اني ما قعدتش كتير وانا بزينها، حاولت ان انا اشتغل بسرعه شويه، بس طبعا طبيعه الجو اصلا حر فكده كده هتسيح معاكي شويه، فتاخدي بالك من الموضوع ده وتحاولي تشتغلي في مكان ما يكونش طبعا مشغله فيه الفرن والكلام ده عشان تقدري تشتغلي فيها بسهوله. بعد كده حطيتها بقى في التلاجة شويه لحد طبعا ما تتجمد كده معايا، ونبتدي بقى نقطعها. ولو يفضل بقى ان انت تسيبيها فتره طويله عشان تبتدي ان هي تبقى اجمل، يعني كل ما هتسيبيها فتره طويله في التلاجة شويه هتبقى تطلع معاكي حلوه قوي. كده بقت جاهزه معايا، شايفين جمالها وطلع حلوة جدا، وطعم المانجا فيها والشوكولاتة والحاجات دي كلها بجد حلوة قوي. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه، وما تنسوش بقى تشتركوا معي في القناة لو لسه مشتركتوش، تفعلوا الجرس ولايك بقى الفيديو، لان حسيت ان انا تعبت بجد والله، فما تضيعوش تعبي. وما تنسوش بقى برضو تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم ويداوي جرحاهم، اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.